بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. امبارح واحده صاحبتي بسكوته كده ورقيقه خالص بتكلمني وهي عندها حاله ذهول من اخلاق الناس اللي راحت في الوقت. كانت قاعده هي يعني بتاكل في مكان والمكان زحمه والطلبات اتاخرت، فشباب قاعدين ندهوا على الويتر او الجرسون وبداوا يزعقوا. هي بتحصل طبعا اننا بنتعصب لما بنتحط في موقف مشابه، طلبات تتاخر ممكن نحتد شويه، ممكن يعني نبدي اعتراضنا. بس بتفرق بقى لما تبقى داخل مكان على اساس ان انت السيد واللي بيشتغلوا هم العبيد، وتبقى داخل بمنطق يا ارض تهدي معلك يا ادي، ولازم الكل يعمل لك اعتبار، والاعتبار مش مجرد ناس بتكلم بعضها باحترام وخلاص، لا ده في ناس لازم اللي حواليهم يعني يتمحلسوا لهم ويمسحوا لهم جوخ وينفخوا فيهم عشان يعرفوا يتنفسوا ويعيشوا. يعني غير كده لو حد اتكلم معاه عادي من غير يا باشا وتحت امر معالي جلاب سيادتك واحلام سيادتك اوامر، لو هتكلم معاه عادي لا يحس انه في حاجه مش طبيعيه يعني، او هو مش عايش كده. المهم اللي حصل ان الشباب دول زعقوا وتطاولوا على الشاب اللي بيشتغل في المكان، فالولد بما انه يعني مش عبد ذليل بيشتغل بالسخره يعني، فرد عليهم وقال لهم لو سمحتوا وطوا صوتكم وتكلموا باسلوب احسن من كده. فبتقولي بقى ليه وليه يعني يقول كده، يعني ليه وليه يحسسهم ان هو بني ادم ولازم يحترموه. فنزلوا عليه ضرب لدرجه ان هم كانوا هيقتلوه، يعني قالت لي يعني كان خلاص بيموت، وكسروا المكان على اللي فيه. طبعا الناس اللي جري واللي اتحبس جوه مش عارف يخرج، وهي كان معاها بنتها الصغيره اتسرعت وعيطت وفضلوا محبوسين لغايه اما عاصفه الضرب والتكسير والشتيمه دي خلصت. طبعا ده مشهد بيتكرر اوقات كتيره جدا كل يوم في كل حته، في المحلات، في اشارات المرور، في النوادي، في الجهات الحكوميه، في اي مكان ممكن يجتمع فيه حد حاسس بنفسه وعامل لنفسه هيبه مع حد تاني معتز بنفسه وما عندوش هيبه ولا ظهر ولا حد يسنده. ويا سلام بقى لو اتنين حاسين بنفسهم اصطدموا ببعض، يا سلام تلاقي افلام استعراض القوه واستعراض الناس اللي سنداهم واستعراض مين واصل عن التاني. يقولك ده فلان ده اصله واصل ومش هيسكت. ولما تعرف بقى هو واصل لايه وواصل لمين تلاقي انه يعني مسنود على حد المفروض انه يعني يحافظ على القانون في البلد دي، مش موجود في مكانه عشان يخرق القانون يعني لاجل حبايبه وقرايبه وولاده واخواته، هم يبرطعوا ويبوظوا ويعيثوا في الارض بلطجه وفساد وهو يلم وراهم ويلصم ويداري. فحضرتك المفروض في بلدك تعرف ايه الواجبات اللي ليك وايه الحقوق اللي عليك. ما تسمحش لحد يهينك ولا يذلك لو هو ابن مين. طالما انت ماشي في السليم وبتعمل الحقوق اللي عليك، هو كمان عليه حقوق ناحيتك وناحيه غيرك. ابسطها خالص انه يتعامل مع كل الناس باحترام وما يتطاولش عليهم على اساس انه ابن فلان او ابن علان. هو ابن اكبر راس وانت ابن اقل راس، ملوش عندك حاجه، لا يهينك ولا انت تتذلله. لكل حاجه حدود في الدنيا، كل واحد لازم يعرف حدوده، يعني ايه الحدود اللي ممكن يعيش فيها ويعيش فيها ويبقى ملك، ملك زمانه. مش لازم يتعدى على حدود غيره وكرامه غيره ويدوس على غيره عشان يحس بنفسه، ده برضو يبقى اسمه نقص، يعني عنده نقص وعاوز يكمل النقص ده بانه ياخد حته من الناس اللي حواليه عشان يكمله. احنا هنفتح النهارده ملف عن الحقوق والواجبات بتاعت كل واحد في الدنيا دي، كل فرد في بيته مع اسرته في شغله مع جيرانه مع اصحابه في بلده في اي جهه يعني بيتعامل فيها، ما له وما عليه، ونشوف مساحه كل واحد في كل امور حياته. هل يا ترى لو التزم بالمساحه دي هيعيش مرتاح ولا هيحس ان ناقصه حاجه؟ ده ملف هنفتحه على مدى الحلقات الجايه مع فضيله الشيخ رمضان عبد المعز، وموجود معانا في حلقه النهارده. حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسالوه اي سؤال بس بعد فاصل قصير.